رئيس الجزائر استدعت سفيرها في باريس بعد تصريحات ماكرون، يعني هل عودة السفير إلى باريس مشروط بشيء ما؟ مشروط باحترام الجزائر، احترام كامل للدولة الجزائرية، النسب اللي كانت يوم من الأيام مستعمرة تاع فرنسا، دولة قائمة بكل أركانها بقوتها بجيشها القوي باقتصادها اللي ماشي وتقوى بشعبها الأبي اللي ما يرضخش إلا لله عز وجل. إذا كان مشوا بهذه الظروف صح، علاقات هذا شعب مسؤولية تاع الشعب تاع أمة تاع تاريخ، والتاريخ ما يتزيفش. قدرش أنا باش نعجبك نقول لك لا ما كان والو، لا شيء الآخر كله أمور داخلية تاعهم.